وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. أهلا بك معنا في نشرة أخبار الثالثة. بداية، يعني سعادة العضو، إلى أي مدى استطاعت السياسات الحكومية في مملكة البحرين أن تنجح في تحقيق التوازن المالي؟ السلام عليكم ومساكم الله بالخير. وطبعا في الحقيقة يعني بداية احنا نعتبر برنامج التوازن المالي هو طبعا قرار جاء قرار وطني بهدف ان هو عندنا موجود في ترشيد الى المصروفات، تفعيل السياسات المالية، وفي نفس الوقت انه عندنا موجود في نوع من الاساليب والطرق الإيجابية حيث ان احنا نتعامل مع الظروف الغير طبيعية. هذا طبعا البرنامج لما جاء ويدعم خليجي جاء ليستكمل عملية الكفاءة بالنسبة إلى الأداء الحكومي بالنسبة للمصروفات الحكومية. وبالفعل طبعا تم تحقيق نجاح باهر لما كان في هناك موجود استعراض إلى النتائج المالية في فبراير 2020. نعم. وكان في موجود النتائج جاءت أكثر من النتائج اللي كانت مرجوة في ذاك الحين. نعم، وذلك رغم وجود العديد من التحديات كما نعلم. وخاصة يعني إحنا بعد الفترة هذه بالذات بدأنا التعامل مع جائحة كورونا. نعم. اللي لها طبعا تأثير اقتصادي سلبي كان ليس فقط على اقتصاد البحرين وإنما على اقتصاديات العالم. نعم. ككل. مع هذا على ما أعتقد أن إحنا طبعا جئنا بتوجيهات الملكية ل جلالة الملك الله يحفظه وبمتابعة من سمو ولي العهد جئنا بسياسات مالية تتعامل بصورة مباشرة مع الجائحة. نعم. ومع خلينا نقول الانعكاسات اللي جاءت على الاقتصاد البحريني. نعم. لما اليوم احنا نأتي ويعني نشوف ان الأداء اللي جئنا به جاء فعلا بأداء إيجابي، أنا أعتقد ان هذا هو بمثابة إنجاز للسياسة الحكومية بالنسبة إلى تحقيق التوازن المالي وتطبيق. نعم. هذا البرنامج اللي كان بمثابة تحدي من أول ما إحنا اعتمدناه في 2018. نعم. إذن يعني أنت تقرأ هذه الأرقام والمؤشرات التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة أمس على أنها إنجاز وطني يسجل لمملكة البحرين وللسياسات الحكومية في هذا الشأن. طبعا ما في شك ان اليوم لما احنا نرى ما تم استعراضه. نعم. على مجلس في جلسه مجلس الوزراء هذا يعني اداء متميز. نعم. جاء اليوم بتحقيق نسبه مساهمه جيده في تنميه الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت احنا نشوف ان مع كل هذه الاجراءات اللي جاءت مع تطبيق برنامج التوازن المالي جئنا اليوم احنا بأداء فعلا أعطى نوع من الاقتصاد والتنمية الاقتصادية نوع من المردود اللي هو أثر على أساس أن احنا اليوم عندنا في موجود فائض وليس عجز. جئنا بعد هذه الفترة الحرجة السنتين الماضيتين وجئنا بسبب تفعيل هذه الآليات اللي جاءت متكاملة ليست فقط بوجود البرنامج وإنما ما تم اتخاذه من قرارات بالنسبة إلى استكمال التعامل مع الاقتصاد بالنسبة إلى ما بعد الجائحة حقق مردود جيد، وفي نفس الوقت لم يكن هناك موجود مع المحافظة على المصروفات كما كانت سابقا على أي من أوجه الحياة بالنسبة إلى المواطن البحريني. أنا في اعتقادي أن هذا شيء يعني محتسب إلى الحكومة بسياستها. نعم. اللي تم اتباعها بحيث أنه في هناك نمو، في هناك موجود نوع من السيطرة على كفاءة المصروفات الحكومية. نعم. وأيضا لم يكن هناك موجود في أي نوع من الجانب السلبي بالنسبة إلى المواطن. نعم، ربما هذا هو يعني التعامل الإيجابي أو مع الأزمة، أو يعني إن كانت إن كنا سنطلق عليها أزمة عابرة بعد جائحة كورونا. دوركم كسلطة تشريعية اليوم بعد تحقيق هذا الإنجاز الذي يحسب كما ذكرتم للحكومة الموقرة، كيف ستعزز السلطة التشريعية أو كيف ستعاون الحكومة الموقرة في تعزيز النمو الاقتصادي في مملكة البحرين؟ التعاون طبعا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو تعاون مثمر بناء مستمر.
جاء طبعا دائما استمرارية لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة، حيث أن هناك التعاون هذا هو اللي فعلا حقق كثير من الإنجازات اللي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية. ولا زال نتكلم احنا على توجيه جلالة الملك بالنسبة إلى أخذ الاعتبار في تطوير تنمية التشريعات، حيث تكون هي مواكبة لمتطلبات الآنية والمستقبلية. نعم. كان في موجود نوع من التعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية بأن أعطاء أولوية لهذه التشريعات التي فعلا نحتاج إحنا لتطويرها. نعم. لمواكبة متطلبات الظروف. التعاون مستمر. نعم. التعاون اليوم تلاحظين يعني كمثال في الفصل التشريعي الأخير. نعم. كان هناك في موجود كثير من التشريعات اللي تم مناقشتها في مجلس صحيح. الشورى. نعم. او حتى نقول يعني في سلطه تنفيذيه بين مجلس الشورى ومجلس النواب تتعلق بالجانب الاقتصادي، على اساس احنا اليوم في هناك نوع من مواصله تحقيق التنميه الاقتصاديه. نعم. بدون اي تاثيرات سلبيه على المواطن. نعم. حتى احنا اليوم نواكب ليس فقط وجود، والحمد لله هذا اللي صار بعد النظر يعني في النتائج النصف سنوية. نعم. 2022 أن في هناك موجود نوع من الفائض. نعم. وليس هناك في موجود أي نوع من التأثير السلبي على المواطن. نعم. وكل هذا يجي عن طريق التشريعات اللي تم مناقشتها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. نعم. سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كنت معنا في الاستوديو ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. شكرا.